السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بداية الفيديو أتمنى اللايك والاشتراك والقناة وتفعيل زر الإشعارات لتصلك كل أخبار عاجلة من وزارة التربية أول بأول. عاجل، وزارة التربية تعلن عن الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجين داخل العراق للدراسة الإعدادية بفروعها الأحيائي التطبيقي والأدب والدراستين العربية والكردية بالإضافة إلى امتحانات الدور الأول لمدارس خارج العراق. طبعا هذا هو الجدول بملاحظتين، اذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل الامتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلى. اما النقطة الثانية، يبدأ الامتحان الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق. الى هنا انتهى الفيديو، اتمنى النجاح والموفقية لجميع طلاب العراق. لا تنسوا اللايك والاشتراك والقناة وتفعيل زر الاشعارات لتصلك الاخبار عاجل من وزارة التربية اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.